السلام عليكم البنات، بغيت نشارك معكم تاني تجربتي في على بخودويات ديال المايواي. حاليا دابا حاطه هاد المانطا، انا كنت كنصيفطها للمصبانة وما المهم اخر مره ما صبناش ليها مزيان، حيدوا لي غير النسخ اللي في هنايا، ولكن اللون ديالها ما بقاش كي كان، ولات كاع ما عرفتش كيف نضربها مع الكريال، لونها ما بقاش صافي. قررت هاد المره ما نسيتاش نصبره ونجرب برودوي ديال الماي واي، هاد ميني ديال السجادات والحرير والقطن، وهذا قلت انا القطن الصوف، وهذا قلت انا هو ديال السجادات، قلت انا مادام دايرينو الحرير والقطن هذا يعني غيكون كاع المنسوجات يعني بحال هكا، وانا غنجرب به هاد المنطو ونشوفو النتيجه من بعد كي دايره ان شاء الله. البنات انا بديت، السلام عليكم، عاود رجع لكم. انا بديت كنصبن فيها، شو باش كنصبنها، هذه قديمه كانت عندنا عصاره قديمه وما لحتهاش، تهرست داك الكاس ديالها، هذه عصاره يدويه ما لحتهاش وخليت هذا باش كنصبن به بحال هكا هاد المانطات. فهمت، كتشديها من هنايا تتبقى تدور هكا، حيت ما كاين اللي يشد ليا دابا، طلعت لهم الصباح بكري كاين اللي يشد ليا، كلشي ناعس. هانتو غير الفريكة خفيفة هاكا شتا الرغوة، هانتو لا من نهار صبنتها كنت مرة كنصيفطهم للصبانة، قلت هاد النوبة نجرب بخودوي، تمن مصبانة خديتو بخودوي وقلت نجربو، واخا شوية تمن معليش قلت نجربو، لأن آخر تصبيطة مصبناش ليا مزيان في المصبانة، معجوني الصابون. يلا الحبابات نشوفو النتيجة النهائية، هانتوما الرغاوي ها. بحال هكا كنمشي معاها كاملة مسرحة في الأرض، ومن بعد تاني كنقلب على الجهة الأخرى وكنشللها، ندير تيو ونشللها. السلام البنات، بعد ما وريتكم بأن غنصبن هاد المانطا عندي بميني ميني ديال السجاد وهذا، المهم هاني دابا صورتها ليكم من بعد صبين، باقي ما نشفتش، هانتوما شتي كي خرجات شتي تنقات، هانتوما انا كانت كاتبان لكم مع الشع، انا دابا ما كيبان ليا والو مصوره غير على الله، ما عرفتش واش مع الشع ما كيبان ليا ف والو. المهم ها هو ميني، هذه النتيجه الاخرى ديال من بعد التصبين، يعني ها انتم اخوتي شتي كي خرجات، قلب عليكم فصل اخر، كانت راك شفتوها كيف كانت صورتها لكم من قبل، الحمد لله زعما النتيجه كانت مزيانه. ما صبنتش غير هذه، هذه وريتها لكم حيت لونها فاتح يعني باين فيها الوسخ اللي كان وغيبان فيها النقاد، خرجت كاينه ثاني عندنا هذه الاخرى، ها هي حتى هي خرجت مزيانه، هانتوما خرجت هذه بالحق كنت كنصيفطهم بجوج للصبانه، من بعد فاش صبنت اخر مره ما عجبنيش، فاش جبت انا الصابون ما عجبنيش الصابون، ما صبناش هي بحال شربات الوسخ ولا شنو داروها في الماء ما نقيش، وهي لونها كان فاتح بزاف. المهم عاود ثاني رجع لها الحمد لله لونها كي كان، ها انتو كي كتشوفوا رجع لونها مزيان، والطيطبه والريحه ما نعاودش لكم، ريحه غزيره ريحه زعما احسن من شي شامبوان اخر او مسحوق اخر، وغايقول لي الناس البنات غايقول لي زعما علاش ما درتش الصبانه تمره ما والو، حسيت بان درتها مع الصباح، باقي قلت لي كلشي ناس، حسيت بالرياضه نشاط، شعلت واحد موسيقى وجلست كانت يعني ما مشي فيها الهزان، حطيت على الارض وفركتها في الارض، ومن بعد خويت عليها الماء، من بعد حطيت عليها واحد الكراسه، درت ثلاثه الكراسه هكا وكنحط عليها شويه بشويه هكا كنشلل ونحط،
حطيت الكراسه والمهم تشلات مزيان الحمد لله وكلشي خليتها تسخطرات مزيان مزيان عاد نشرتها في الحبل. لا هذه ولا هذه، هذه كانت تجينا صعيبه دوفاس ثقيله، ولكن دابا بداتي شاهد دابا حطيتها هي نفس الطريقه اللي درت لها دابا خرجات قالت لي خرجت مزيانه ها انتم كيف كتشوفوا حيده شاهد هذه شتو كيف كتبان خرجت مزيانه نقيه شاهد شاهد هذاك الشيء كاع على الصبانط بديت تهبطي ليا الارض الحمد لله. المهم انا عجبتني النتيجه عجبتني بزاف خرج. المهم دابا ما بقيتش غنصيفط للمصبانه نهائيا الله يرزق الصحه والسلامه نعاود نصبنها في الدار مزيانه مزيانه الحمد لله خرجت مزيان اللي كتشوفوا البنات مقعات الحاشيه تاعها نتوما مزيان والله العظيم ما درت معها شي مجهود هذاك الشيء اللي وريتكم باش باش فركت هذيك الغطاء ديال العصاره تاع اليد العصاره اليدويه هي باش فركت جناب كلشي هي درت لها هكا هكا بيدي الحمد لله ما درت لها شي حتى والو غير هذيك هي باش صبنتها. يلا الحبيبات خليكم حتى القدوي ان شاء الله شي تجربه اخرى. البنات ها باش صبنت نعاود نوريه لكم ميني ديال السجاد والقطن والحرير المهم والصوف والارياف. انا صبنت بهذا المنطاط الحمد لله النتيجه كانت مزيانه. شكرا ماي واي.